على مدى أسبوعين متتاليين في مباراتي مصر والأهلي مع منتخب شياطين زامبيا، كان هناك هتاف رددته الجماهير بحناجرها وقلوبها: طاهر طاهر طاهر، والمقصود كابتن طاهر أبو زيد، إعجابا بأدائه الفذ والموهبة الرائعة التي اكتملت النضج وفي تحركات واعية وقدرة فائقة على المراوغة المجدية. اليوم الملعب والجمهور في انتظار لمحات أكثر وأكثر من كابتن طاهر، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، مع كابتن إكرامي، مع مجموعة من الفريق نادي الأهلي، وبنتمنى أن يفوزوا على في مباراة اليوم. وبيسعدنا أن احنا نبدأ الحوار بسرد النجم كابتن طاهر أبو زيد. أهلا بك يا كابتن، ونتعرف على تاريخك الرياضي، ونبتدي بداية نقول إن شاء الله تشرفوا مصر وترفعوا رف علم مصر عاليا خفاقا بإذن الله بعد ساعات قليلة إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله. طب حكايتك كابتن طاهر، تعرفنا الحذاء الفضي. بالنسبة لحكايتي مع الكورة، بدأت في أشبال النادي الأهلي سنة 73. أول ما اكتشفني وكان له الفضل في إني ألعب كورة في النادي الأهلي هو الكابتن شاكر عبادة، وأنا بعتبره أب الروحي بالنسبة لي، وهو له الفضل الأول في انضمامي للنادي الأهلي. قدمني للكابتن عمرو أبو المجد سنة 73، وتدرجت في أشبال النادي الأهلي، وحتى سنة 79 كانت بدايتي مع الفريق الأول للنادي الأهلي. بالنسبة لموضوع الحذاء الفضي ده، كان في تصفية كأس العالم للناشئين، وكان لي الشرف إن أنا أفوز بلقب هداف كأس العالم، وحصلت عليه الحمد لله. السن كم سنة كابتن طاهر؟ 21 سنة ونص. دراسة؟ في سنة ثالثة في كلية الدراسات التعاونية. ترى متفوق برضه في الدراسة؟ يعني مش قوي، بس الحمد لله ماشي يعني. طيب نرجع بالنسبة للكابتن، احنا قلنا التدريب وذكرت اللي له الفضل في التدريب، بنرجع نقول مثلا بالنسبة للكابتن عبد العزيز عبد الشافي كلاعب ثم كمدير كرة، ماذا استفدت منه وماذا تعلمت منه ايضا؟ في الحقيقة انا ما كان ليش الشرف ان انا الحق بالكابتن عبد العزيز عبد الشافي في الملعب، ودي كانت امنية من الامنيات حقيقة اللي انا كنت اتمناها في حياتي، اللي هو اللعب جنب الكابتن زيزو والكابتن الخطيب. اتحققت لي الامنيه الاولى اللي هي اللعب مع الكابتن الخطيب، وللاسف ما اتحققتش مع الكابتن زيزو، وكان ليا برضه شرف ان يكون مدير الكوره واني اتعامل معاه، والوقت ده برضه بستفاد منه كلاعب قديم ولاعب لن يتكرر. وبالنسبه ل طب ماذا يعني وجود الخطيب بجوارك في الملعب؟ الكابتن خطيب أخ أكبر ومثال يحتذى به سواء خارج الملعب أو داخل الملعب. بشعر بالراحة والاطمئنان لما بيكون جنبي في الملعب، وبكتسب منه حاجات كتير جدا بتمنى إن هي تفيدني في مستقبلي. وبتمنى النهاردة إن نحقق أنا وهو وبقية زملائي أمل جماهير النادي الأهلي في الفوز على نادي كوتوكو بنتيجة كويسة تساعدنا في اللقاء الثاني بإذن الله. طب كابتن طاهر، احنا سمعنا ان البعض قال عنك انك خليفة الخطيب، وكان من رأي الاخرين ان الخطيب لن يتكرر، فما رأيك الشخصي يا كابتن طاهر؟ لا، انا رأيي الشخصي هو الرأي الثاني، ان هو الخطيب لن يتكرر طبعا، دي حقيقة، ان كابتن خطيب موهبة لن تتكرر. وبيسعدني ويشرفني ان الناس تقارني بيه او تشبهني بيه، انما هو في الحقيقه الخطيب لن يتكرر، دي حقيقه ثابته. دي روح رياضيه عظيمه جدا. طب كابتن طاهر، طريقه لعبك بتعرضك للاصابات زي ما بنشوف، والكثيرون ينصحونك بتغييرها يعني على الصحف الرياضيه تملي بنقرا، رايك برضو تقول لهم رايك؟ لا ابدا، هو كل لاعب طبعا وله طريقه لعب معينه. يعني أنا طريقة لعبي بتعتمد دايما على الاختراق أو يعني المراوغة الأمامية وكده، فدي في كتير من الأوقات بتعرضني للإصابة، إنما بتساعدني برضو إن أنا أبقى لاعب مميز
وبتساعدني ان انا اطور ادائي من المباراه الاخرى وما بقاش يعني لعيب عادي وانا يعني يعني يمكن برضو احنا بنشوف يمكن في ماتش كوتوكو العام الماضي ان نزولك في التايم الاولاني يعني غير مجرى المباراه. الحمد لله فعلا انا اديت مباراه كويسه بشهاده الجميع وكان لي الشرف اني اشارك زملائي في نهائي افريقيا. بالنسبه لطريقه اللعب يعني نرجع لسؤال حضرتك بتاع طريقه اللعب دي. طبعا الاصابات دي قدر والانسان ما يقدرش يهرب منه. طريقه ادائي بحاول ان انا اطورها من المباراه الاخرى، انما كون ان انا اغيرها ده صعب جدا. انا احاول ان انا اطورها بحيث ان انا اتلاشى الاصابات وكده. طب كابتن طاهر، تحليلك لظاهره انخفاض مستواك او قله حركتك في الشوط الثاني في المباريات، يعني البعض بيتساءل يعني عايزين نطمنه بعد ساعات المباراه بقى القادمه ديت وان شاء الله يكون لنا الفوز باذن الله، فيعني الناس حاطه ايدها على قلوبها بقى فتطمنه. لا، وبالنسبه لقله الجهد في الشوط الثاني دي بتبقى غالبا بتبقى نقص اللياقه يعني وكده، وغالبا ما تحدث في بدايه الموسم، انما مع تكرار المباريات وكده اللاعب بيكتسب اللياقه اللي هي بتساعده ان هو يكمل المباراه من بدايتها لنهايتها. والحمد لله انا حاسس ان الفتره دي بقدر اكمل نهايه المباراه زي بدايتها. يعني اللياقه البدنيه الحمد لله في ارتفاع طبعا، طالما المباريات مستمره والواحد بيشترك فيها فاللياقه بتزيد طبيعي يعني. طب كابتن طاهر، ايهم افضل، طاهر راس حربه ام جناح ايسر ام لاعب خط وسط خط وسط، ولماذا يعني، وايهما بتشعر انك بتفيد الفريق بتاعك اكتر؟ هو مفيش شك طبعا ان الكره الحديثه دلوقتي مش متقيده بمراكز، ومفيش لعيب يعني متقيد في المركز بتاعه سواء كان راس حربه او جناح ايسر او لاعب في خط الوسط. بالنسبة لي أنا بلعب حسب ما يرى المدرب، يعني أنا في أوقات كتير جدا ألعب راس حربة وأوقات كتير جناح أيسر، ده مش من مباراة الأخرى لا بالعكس، ده في بعض المباريات بغير مركزي، يعني ممكن ألعب راس حربة وأنزل نص الملعب وألعب وينج شمال حسب تعليمات الكابتن جوهري. فأنا طبعا في تصوري إن الكرة الحديثة ما بتعتمدش على مركز واحد، وأنا بعتقد برضو إن اللعيب طالما كان فيت وجاهز فهو ممكن يؤدي اي مركز بنفس الكفاءه. يعني تقصد اللاعب الشامل دلوقتي؟ بالظبط كده، انا اعتقد ان اللعيب طالما فت وجاهز يقدر يلعب اي مركز. انا بفضل طبعا اني العب راس حربه، لا انا بفضل كده، انما ده ما يمنعش ان انا ممكن اؤدي اي مركز تاني حسب تعليمات المدرب. طب كابتن طاهر، بتملي بنسمع في الكوره بيقولوا ان احسن طريقه للدفاع هي الهجوم، يعني هو حاجه مش ثابته يعني. مش ثابته بالظبط كده، بدليل ان ايطاليا يعني ده خير دليل طبعا ان ايطاليا كسبت كاس العالم وهي بتلعب بطريقه دفاع المنطقه، يعني فرقة بتلعب طريقة دفاع ومع ذلك كسبت كأس العالم، فده طبعا تكتيك تاني وحاجة طبعا متطورة جدا ان فرقة تلعب دفاع منطقة وفي نفس الوقت بتعتمد على الهجمات المرتدة السريعة اللي بتحقق لها الفوز. فأنا أعتقد ان لو الفرق او يعني الفرقة اللي هي بتحاول ان هي تحافظ على بطولة او تكسب بطولة انها بتعتمد بالدرجة الأولى على تأمين مرماها من ان يجي فيها أجوان، والدرجة الثانية ان هي تحاول ازاي تخترق وتجيب جول، انما هي طبعا نمرة واحد ان هي تحافظ ان ما يجيش فيها جوان وبعد كده انها تجيب يعني او تزود جوان. في بعض الاتهامات يا كابتن طاهر، يمكن في البداية بيقول البعض انت متهم بانك سريع الغضب والنرفزة، فما دفاعك؟ والاتهام الثاني موجه ليك انك بتلعب حسب مزاجك، يعني عندما تكون مبسوط بتتألق والعكس صحيح، فما دفاعك؟ واحنا عايزين الدفاع السريع لان الناس احنا يعني بعد ساعات نبتدي الماتش وماسكين قلوبنا، لا دي مش عايزين بقى مزاجك النهارده خالص. لا دي اتهامات كتير قوي، يعني اعتقد انها قلت الفتره اللي فاتت سواء كنت سريع الغضب او بلعب حسب مزاجي. لا طبعا انا بلعب اولا واخيرا لصالح فرقتي وباسم مصر، باسم مصر طبعا قبل كل شيء،
وبالنسبه لسريع الغضب دي كانت فتره مريت بيها السنه اللي فاتت لظروف شخصيه اصلا كانت بتاثر فيا في الملعب، انما دلوقتي اعتقد ان انا قليت منها جدا، والخير دليل المباريات يعني اللي هي اللي فاتت دي ان انا ما باخدش انذارات خالص حتى ده. طب نحب نعرف بقى شعورك وانت قادم على المباراه، يعني بعد ساعات بتعمل ايه؟ بتبتدي يومك ازاي؟ يعني هو يوم المباراه دائما بيبقى يعني بيبقى النوم بدري قبلها الساعه 10 اقصى تقدير، يعني الواحد بيبقى بيصحى الصبح بدري بيبقى مركز في المباراه، لان طبعا من الاسباب اللي هي بتكفل النجاح للعيب في المباراه وانه يؤدي الاداء الكويس ان هو بيفكر في الماتش وبيركز وبيحاول ان هو يستفيد او يسترجع ذكريات المباراه اللي فاتت ويحاول يستفيد من الاخطاء في المباراه اللي جايه وكده. وبنتجمع في النادي بعد كده الساعه 11 بيبقى في غدا جماعي للفريق او بيبقى في محاضره بيشترك فيها الكابتن زيزو والكابتن جوهري واعضاء الجهاز كامل يعني وكده بالفرقه، بيقولوا فيها خطه المباراه وكده، وبرده اللاعب بيكون مركز قبلها في دوره اللي هو الدور اللي هيأديه في الملعب وكده، وبنصلي مع بعض صلاه الظهر الجماعه كلنا، وبعد كده بنتوجه للاستاد حوالي الساعه 1:30 وكده. الساعه 2 بيبقى فيه الورمنج اللي هو التسخين وكده، وبنبدا المباراه بقى على خير ان شاء الله. طب كابتن طاهر، دلوقتي انت حضرتك بتقول وصلت لغايه الاستاد تقريبا، يبقى نقول اللاعب رقم 12 هو الجمهور، يعني تقول كلمه ايه للجمهور؟ لا هو الجمهور مش اللاعب رقم 12 بس، الجمهور هو كل حاجه بصراحه. طبعا يعني انا طبعا مش بتمنى من الجمهور، لان انا عارف ان الجمهور المصري بصفه عامه وجمهور النادي الاهلي بصفه خاصه على درجه كبيره من الوعي والمسؤوليه، وان هو هيقف جنبنا النهارده في المباراه، وان الاستاد مش هيبقى فيه مكان لخرم ابره زي ما بيقولوا، وزي ما شفنا لو حضرتك فاكره المباراه النهائيه في كوماسي كان الجمهور بتاعهم فظيع يعني. فانا اعتقد ان الجمهور المصري مش اقل وعي وكده، وانا واثق تماما ان الاستاد هيكون يعني مليان النهارده ان شاء الله، وبنتمنى ان اكون انا وزملائي عند حسن الظن ونحقق لهم النجاح، وبتمنى برضو اني اشترك في المباراه اللي هي لسه لحد دلوقتي انا مش متاكد اذا كنت هشارك ولا لا. طب كابتن طاهر، لو قلنا احسن هدف قريب الى قلبك تقول ايه؟ هو طبعا في هدف مش ممكن انساه، هو ده من الاهداف اللي بعتز بيها في حياتي، اللي هو كان في كاس العالم ناشئين كنا بنلعب اسبانيا، كان الجون الثاني وتعادلنا 2-2، كان ده جون التعادل وكده، فده من الاهداف اللي بعتز بيها جدا. كمان في جون العراق، ده كان عظيم جدا، جون العراق في عيد ميلاد الرئيس صدام اعتقد كده يعني. طب كابتن طاهر، انت بتقول بالنسبة لكاس الناشئين ده هيخليني في اسبانيا، هيخليني ويذكرني بمارادونا، وهنا بيطلقوا عليك مارادونا، يعني تعقيبك بقى؟ طبعا يعني ده شرف كبير ليا ان جمهوري يشبهني بنجم عالمي وكده، وبتمنى برضو ان انا اكون عند حسن الظن يعني ان شاء الله. كابتن طاهر، ذكرياتك بقى مع كوتوكو العام الماضي والذكريات الظريفه واللي مش ظريفه؟ لا هو اللي مش ظريفه كتير، وخاصه في بلدهم وكده، يعني كان الجمهور بيستفزنا في اوقات كتير جدا. انا افتكر يوم الماتش كانوا يمكن الساعه 6 الصبح او 5 الصبح كانوا بيخبطوا ويطبلوا حاجات من دي وكده. ما عملتلهمش حاجه هنا دلوقتي؟ لا احنا طبعا لا ما بنعملش احنا. وفي كمان في الاستاد برضو ضايقونا شويه،
انما طبعا ربنا فوق الجميع نصرنا عليهم يعني الحمد لله. ان شاء الله انصرنا ونشوف مباراه سريعه يعني بين الطرفين وتكون موفقه بالنسبه للفريق النادي الاهلي. ويعني عايز اقول لك كابتن طاهر كتير قوي برضو البعض بيقول حكايه رجلك اليمين وانت ماشي كويس اهو ما شاء الله يعني رجلك ما فيش حاجه. تمام بيقولوا ان يعني بالنسبه للاهداف بتبقى ضعيفه قوي اليمين بالرغم ان انا شفت لك هدف في الترسانه. طيب ما حضرتك اليمين يعني. طيب يعني ردك على التساؤلات دي يعني حضرتك رديت على السؤال ان انا ما بجيبش جوال وجبت في اخر ماتش. نقدر نقول انها تقوت بقى رجلك بقى وبتتمرن حكايه تمرين يا كابتن طارق. يعني طبعا هو بتمرن دلوقتي على الرجل اليمين لان كانت فيها اصابه قديمه من حوالي 3 4 سنين وكده. فهي ابتدت الحمد لله دلوقتي يبقى نسبه الالم ضعيفه جدا وان شاء الله الفتره الجايه مفيش مشكله في رجل اليمين يعني انا بعد الجمهور باذن الله. ان شاء الله هم شايفين يعني. طب بالنسبه كابتن طاهر مشاريعك بقى القادمه وخصوصا واحنا على الابواب للفريق القومي بالنسبه للجزائر يعني توقعاتك تقدر تقول من دلوقتي او تقدر تقول الطموحات الشخصيه ليك. يعني ما فيش شك ان اي انتصار للفريق القومي المصري بيمثل دعايه كبيره جدا للبلد نفسها وخاصه في المحافل الدولية زي ما بيقولوا. فأمنياتي طبعا في الفترة اللي جاية اني نحقق الانتصارات على المستوى القومي اللي هو يليق باسم مصر واللي هو يوصلنا لتصفيات كأس العالم اولا طبعا اللي هي او اللي املنا واللي احنا ما يعني ما تشرفناش على مستوى الفريق الاول يمكن بس مستوى الناشئين